السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايلكم فيديو جديد والتحدي جديد، قصدي مقلب جديد. طبعا احنا رنينا على واحد صاحبنا اسمه طارق، وهو اول فيديو ليه في القناة ده ان شاء الله. هو هيجي دلوقتي 15 دقايق كده، فهو هيجي اول ما هيجي انا هكون مستخبي في دولاب هنا، ويوسف هيكون مستخبي ورا الباب، ونسيب الفيديو يصور قدام الباب. فاحنا نسيب الباب لطارق مفتوح اول ما يجي كده، يعني زي ما انتم فاهمين. طبعا دلوقتي هنوقف الفيديو يا شباب. طارق قال لنا انه هيجي دقيقه دقيقتين، هو طبعا طارق قال لنا هو دقيقه وهو دقيقه ويبقى قدام البيت. طبعا احنا دلوقتي هنسيب الفيديو يصور، احنا في حل الباب. يوسف طبعا هيجي وهنا ورا الباب. تعالى يوسف. ايه ده اللي حصل؟ يوسف اتخبط يا شباب، خليكم زي طبعا دلوقتي يوسف هيروح يستخبى وانا بص يا شباب هستخبى في الدولاب اللي هناك. طبعا انا هستخبى ومش مطالق يا شباب طارق اخو علي يا شباب. اوه يا طارق اخو علي يا شباب، ده هو احلى مقلب ليا في حياتي. طبعا هنجيب ميه نكبها على طارق عشان يصحى. هنقعد في الفيديو ميه ساعه مثلجه الميه يا شباب، وهو فاق دلوقتي اهو. اصحى. طبعا عرفنا بنفسك. اسمي طارق. هو طبعا من فين طارق؟ من بلد. هو طبعا طارق دلوقتي صاحبنا وكل حاجه، فهو كان نفسه يصور معانا فقلت له تعالى. فكده طارق طبعا احنا اسفين يا طارق وكده انتهى، عشان هو طبعا قلبه حساس. فكده يكون نهاية المقطع، وما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، وما تنسوش تعملوا شير، وتصبحوا على خير.